وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. سعادة الحريم أستاذ الشيخ رمضان المصري وحضرة المحترمين جميع الأساتذة في كل مكان في كل أمكنة، في إنسان تما فور إنسان تما في كل مكان، الحمد لله بإذن الله نستطيع أن نحضر في هذه الجلسة الزومية. الحمد لله قد حضر بيننا الأستاذ العليم العلامة شيخنا الكريم شيخ رمضان المصري، سيد رمضان المصري. الحمد لله هذا اللقاء الثاني. الحمد لله استعدت خلاص. طيب لا نطيل من الكلام، نفتتح لقاءنا بقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنتيح الفرصة للأستاذ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء البرجة والسرور. ما شاء الله. مساء الخيرات والبركات، مساء الجمال والدلال، مساء الورد والفول والياسمين. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. رب زدني علما وزدني فهما، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على همتكم وحرصكم على تعلم اللغة العربية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم المسلمين والإسلام، أمين يا رب العالمين. نبدأ درسنا بمشيئة الله تعالى، متوكلين على الله، ونقرأ هذه الجملة معي. أنا معلم. أنا معلم. معلم. أنا معلم. المطلوب أكمل كما في المثال. أنا سعيد. أنا سعيدة. سعيد يعني قلت لنا أبا سعيد. سعيد. بهاجية. بهاجية. أنا سعيد الحمد لله. أنا سعيدة الحمد لله. أنا نشيط. سايا رجين. 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 ثم نقول أنا نشيطة. 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 أنا معلمة في مدرسة إنسان تامة، وأنا نشيطة الحمد لله في تعلم اللغة العربية وفي الأبناء أو الأولاد. تعلم وتعليم. تعلم يعني أنا أتعلم بلجر، تعليم يعني منجر أنا أعلم. أنا حاضر. saya datang. حاضر. أنا حاضر. حاضر. يعني أنا. أنا حاضر. أنا حاضرة. أنا حاضرة. سيا سودة. حاضر. سودة حاضر نعم. مثلا تقول أنا حاضر في درس اللغة العربية عن طريق الزوم
أو التعليم عن بعد، تعليم عن بعد يعني عن جاو، يعني برجر داري جاو هكذا. كنتين سمسايا أنا حاضر في تعليم اللغة العربية، نعم في درس اللغة العربية، درس اللغة العربية عن طريق التطبيق، عن طريق التعليم عن بعد، عن بعد، عن بعد، عن بعد، يعني عن جاو. أنا حاضر في درس اللغة العربية عن طريق التعليم عن بعد. أنا حاضر العربية عن طريق التعليم عن بعد. أنا مسلمة. أنا مسلمة. أنا مسلمة. أنا مسلمة. الحمد لله. أنا مسلم. أحب الإسلام وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب القرآن الكريم وأحب اللغة العربية. هكذا الحمد لله. أنا مسلمة أحب الإسلام وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب القرآن الكريم وأحب اللغة العربية وأحب أن أعلم أبناء المسلمين اللغة العربية. أنا إندونيسي. أنا إندونيسية. أنا إندونيسية. أنا جنان بلان. أدم أدم بلان. أنا إندونيسيا. خطأ. صلاة. أنا إندونيسيا. خطأ. لأن إندونيسيا نجارة وطن بلد. أما أنا من إندونيسيا أو أنا إندونيسي. منتسب منتسب ومنسوب إلى إندونيسيا، يعني جنسيتي إندونيسية، فأنا إندونيسي. أنا إندونيسية. مثلما نقول مثلا أنت سنداوية، أنت جاوية، أنت باتاوية. باتاوية. سنداوية جاوية هكذا. أنا إندونيسية مصري، هي مصرية، هي ماليزية، هو ماليزي، هو سعودي، هي سعودية هكذا. يا أنا إندونيسي، أنا مصري، أنا جاوي. ليس أنا جاوة، أنا إندونيسيا صلاة. أنا جاوي، أنا إندونيسي، أنا إندونيسية، أنا جاوية، أنا سنداوية. أنا معلم. أنا معلمة. هكذا نقول. مثلا اسمي من؟ سبا. اسمي فوزية. اسمي فوزية. وأنا معلمة في مدرسة إنسان تامة. أين؟ مالان. ما شاء الله. اسمي فوزية وأنا معلمة في مدرسة إنسان تامة. أدرس اللغة العربية في الصف. كلاس برابا. في الصف كلاس برابا. في الصف واحدة. كلاس واحدة إيه. صحيح. جميل. في الصف الأول. أول. كلاس ساتو إز دي كان. في الصف الأول فقط. سجا هذا كلاس لكي. كلاس لكي. كلاس ساتو. مالتي يستان. هكذا. اسمي فوزية وأنا معلمة في مدرسة إنسان تامة الابتدائية الإسلامية بقر. وأنا أعلم أتو أنا أدرس في الفصل اللغة العربية في الفصل الأول الابتدائي. وأسكن في مالان.
في بيت روما سيدة أتوا روما كنتراكان أتوا أسراما في بيت مستأجر مستأجر نعم وأسكن وأسكن وحدي أو لا أسكن وحدي سيدة أتوا سما وحدي بنفسي بنفسي أسكن وحدي مع كلوارجا مع أسرتي مع أسرتي إذا أسكن مع أسرتي نكرر نكرر حتى نفهم أنا اسمي فوزية وأنا مدرسة في مدرستي مية فيما أنا أدرس اللغة العربية في الصف الأول الابتدائي وأنا أسكن في بيت أو كمر كمر كسكان كسكان غرفة مستأجر هكذا وأسكن في غرفة مستأجرة من المدرسة فهمتم؟ نعم فهمت أستاذ فوزية أنت سنديري ميلان يا الله طويل جدا لا بأس حاولي اسمي فوزية أنا معلمة في مدرسة الابتدائية في مدرسة إنسان في مدرسة إنسان تمام دari mana cek dengan sama area air ada الفصلي أول الفصلي أول الابتدائي الابتدائي أسكن في مالang في غرفة مستأجرة بالقرب بالقرب يعني دكت بالقرب بالقرب يعني قريبة دكت قريب مع مدرسة هكذا بالقرب من المدرسة بالقرب من المدرسة جميل وأنا أسكن وحدي هكذا وأنا أسكن وحدي نعم أحسنت إذن أنا مدرسة في مدرسة إنسان تامة الابتدائية الإسلامية مالان أدرس اللغة العربية في الصف الأول الابتدائي وأسكن في غرفة مستأجرة أسكن وحدي في غرفة مستأجرة بالقرب من مدرسة إنسان تامة مالان القراءة كيف أسكن منفردة وحدي وحدي أسكن وحدي منفردا هل تسكن وحدك نعم نعم أسكن وحدي كذا هل تسكنين وحدك نعم أسكن نعم. وحدي نعم أسكن وحدي نعم طيب إذن هكذا وأنا مدرس سواء أنا مدرس في مدرسة إنسان تامة اسمي من أستاذ من اسمي أغوس اسمي أغوس أنا مدرس في مدرسة إنسان تامة الابتدائية الإسلامية أين؟ توبان وأدرس جاوة الشرقية وأنا أدرس اللغة العربية في الفصل في الصف كلاس برابا أنا أدرس القرآن نعم القرآن ساد قراءة نعم وأنا أعلم أو أدرس القرآن الكريم في الصف كلاس برابا في الصف الأول والثاني نعم جميل في الصف الأول والثاني الابتدائي ابتدائي وأنا أسكن سنديري أنا أسكن مع أسرتي جميل في بيت في بيتنا الخاص روما كيتا سنديري نعم في بيت في بيتنا الخاص يعني روما كيتا روما كل ورقة نعم في بيتنا الخاص سنديري بيتنا الخاص بيت مستأجر كمر كسكسان غرفة مستأجرة نعم نعم غرفة مستأجرة بيت مستأجر بيتنا الخاص جميل طيب
الآن نلاحظ المذكر والمؤنث. لك بربوان المعهد كبير، المعهد كبير يعني بندق. أبا كبير سار سار سار. المدرسة كبيرة كبيرة كبيرة. المسجد واسع. الحديقة واسعة واسعة واسعة. القطار سريع سريع سريع. أبا سريع جلد جلد جلد. Cepat. 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 Ria. من بوغر إلى مالانج كم ساعة؟ كم تستغرق المسافة من بوغر إلى مالانج؟ هكذا السؤال. كم تستغرق تستغرق يعني لاما المسافة من بوغر إلى مالانج؟ 10 ساعات. سبلو جم حوالي 11 ساعة تقريبا. سبلاس ما شاء الله. إذن تستغرق المسافة من بوغر إلى مالانج 11 ساعة تقريبا. 11 ساعة تقريبا. لا بأس، نزل إن شاء الله. نذهب مع أستاذ خير الأنس وأستاذ محب الدين. نقيم دورة هناك في مالانج إن شاء الله، ونتقابل معكم في مالانج إن شاء الله. سياب؟ آمين. سياب؟ سياب سياب. ونريد أن نأكل التفاح، أنا أحب تفاح مالانج. أي تفاح؟ تفاح مالانج. يا ميرها طيب يا هيجو. لا هيجو. أحمر أو أبيض. أخضر أو أبيض. أحمر. أبيض أبيض كان بوتي. هذا تفاح بوتي؟ هذا أبو البوتي؟ ما في أستاذ ما في. مالانج غالية. أريد أحب الأخضر. أخضر. لا الأخضر أنا أحبه. أسم إن شاء الله. أنا كلما أشتري تفاح أسأل تفاح مالانج موجود تدا هذا؟ لا أحب إلا تفاح مالانج فقط، لذلك أنا أريد أن أذهب إلى مالانج إن شاء الله. لأن هناك من قال مالانج مدينة جميلة. مدينة جميلة إن شاء الله نزورها. تفاح ما في أستاذ. نعم تفاح ما في بخيل. ما أنا لاكيزا. خلاص نحمل التفاح معنا من بقر نأكل في مالانج. نشتري التفاح كله هناك لا بأس، ما في مشكلة. تعال أنت معنا هناك في مالانج، كل معنا التفاح من بقر. في بقر موجود تفاح جميل، وموجود أبا لاقي تلس بقر، وموجود سلك بقر. سلام. نحمل معنا وتأكل معنا هناك، نحن كرماء لسنا مخلاء. طيب القطار سريع، القطار السريع، والسيارة سريعة سريعة سريعة. المهم الحفاظ على نطق الحروف صحيحة. السين شين والعين عين هكذا. القطار سريع لأن يعني تيدا شكب لا يليق بمعلم اللغة العربية أن يكون نطقه في الحروف خطأ. نعم نعم. هذا عيب كبير. الطفل الولد يتعلم منك خطأ، هذه أمانة. فلذلك المعلم محتاج جدا أن يتعلم خارج الحروف النطق الصحيح حتى يعلم جيدا. كيف يعلم وهو لم يتعلم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنا لا أعرف الشيء، كيف أعلم هذا الشيء؟ لا يمكن هذا، فلابد أن أتعلم أنا أولا لأكون مثالا. لذلك كل المعلمين يجب أن يتعلموا اللغة العربية. ليس معنى تعلم اللغة العربية يعني يفهم يعرف القواعد ويحفظ، لا، ينطق الكلمات الصحيحة والحروف من مخارجها صحيحة والتعبير صحيح. لأن بنفسك والله لو حصلت على أعلى الشهادات لا يمكن أن تكون متقنا وماهرا في اللغة العربية.
إلا إذا تعلمت عن طريق المهارات، تسمع من عربي أو من العرب، تسمع منهم كلام كثير وتتكلم أنت باللغة العربية، وهناك من يقول لك هذا خطأ هذا صح، وتقرأ وتقرأ كثيرا في كتب العربية وتكتب اللغة العربية. هذه اسمها مهارات، جمع مهارة، تعلم اللغة العربية. إذا كنت تريد لوماو باجا باس عرب لانشر، لابد أن تتعلم هذه المهارات الأربعة، تستمع كثيرا إلى كلام عربي، فيديو، خطبة، توصية، موعظة، فيلم، قصة، شريطة، تستمع إلى الأستاذ، هكذا. هذه أول شيء، استماع أولا، تسمع كثيرا جدا كل يوم، ولو لم تفهم، ولو لم تفهم لا تدرب، هذه جارية، لابد أن تسمع كثيرا حتى تتعود. إذا سمعت بعد ذلك ليس غريبا عليها، سمعت كثيرا هكذا، فتسمع كثيرا. ثم تنظر كذلك العين، لابد أن تدرب العين على اللغة العربية، تنظر وتقرأ كثيرا، تقرأ في كتب العربية، في كتب تفسير، في الفقه، في الحديث، في أي كتاب، اختر كتابا سهلا واقرأ فيه. ثم تتكلم كثيرا مع أصحابك، مع زميلك، مع زميلتك، مع صديقتك، مع أهل بيتك، مع الأستاذ، تتكلم أنت، تعبر كلام. وأخيرا تكتب، تكتب اللغة العربية كتابة صحيحة وتحسن خطك. ومن يريد أن يحسن خطه يكتب سور من القرآن، يكتب مثلا سورة الإخلاص مثل ما مكتوبة في المصحف تماما، وكتين سما دل مصحف القرآن، يقلد بسم الله الرحمن الرحيم كبيرة مثل ما كتبت، وقل مع الشكل هو الله أحد، كل يوم يكتب ولو قليلا، ولو صفحة واحدة من المصحف، ينظر ويكتب مثله تماما، إن شاء الله بعد فترة قليلة سيكون خطك جميلا جدا، لأنك ماذا؟ دربت، علمت يدك أن تمشي وتكتب مرة بعد مرة بعد مرة، فتتحسن الكتابة منك. هذه مهارة أيضا. إذن كل ما يتعلم اللغة العربية لابد أن يستمع كثيرا، دينار بنياك، باس عرب، داري جورو، داري شيخ، داري عالم، داري كجيان، ناجي، باس عرب، وكذلك يقرأ باجا بنياك، استياب هاري باجا، في المصحف، في الأحاديث الأربعين، في كتاب تفسير، في كتاب فقه، في أي كتاب للغة العربية، في أي علم من العلوم. وكذلك يتكلم كل يوم ولو قليلا مع أصحابه وزملائه وأهل بيته وإخوانه وأخواته، يتكلم باللغة العربية ولو خطأ، ولو خطأ أحسن من أن لا تتكلم أصلا، في مرة تخطئ ومرة بعد ذلك تتعلم الصواب. والحمد لله موجود الآن أستاذ، أنا موجود، أستاذ محب موجود، أستاذ أنس موجود، أساتذة في إنسان تامة، كلهم موجود الحمد لله، كلهم ماهرين في اللغة العربية ما شاء الله. أستاذ رحمت، أستاذ اسماعيل يتكلموا معي، كلهم يتكلموا معي باللغة العربية يتكلم معي، ونتكلم في موضوعات كثيرة باللغة العربية مع أستاذ اسماعيل، أستاذ رحمت، أستاذ آدي، أستاذ محيم، أستاذ خير الأنس، مع الأستاذات، أستاذ فاطمة، أستاذ نور، كل خير إنسان تامة يتكلمون باللغة العربية. فالتواصل مع الأساتذة والتكلم معهم باللغة العربية هذه مهارة تجعلك إن شاء الله تكون متقنا وماهرا في اللغة العربية بإذن الله تعالى. آمين يا رب العالمين. الطعام مكانان لذات، ليس لذات يعني بهسة، بهس عرب، لذيذ، لذيذ، فيه لذة للشاربين، لذة يعني رسى، بالرسى، بالرسى إليك. أما هو ليس هو لذة، هو لذيذ، فيه لذة يعني الشعور، تشعر إذا أكلت أن فيه لذة، كل هذا الطعام فيه لذة
شعرت بلذة الطعام، لكن هو طعام لذيذ، فاكهة لذيذة، تفاح لذيذ، تفاح مالانج لذيذ. أما الفاكهة لذيذة. Buahnya enak, buah enak, buah yang enak. Lebih. Suara. Suara. Sautul sautun jamil. Nah, misal sautul muadzin, sautul imam, sautul. Suara. Sautul syekh muhib, nah, membaca Al-Quran. Sautul syekh arif al-Rahman. Sautul jamil Al-Quran. Sautul Hudhayfi, sautul jamil. Sautul Munshawi, rahimahullah. Sautul Husari, sautul Abdul Basit. صوت محيكل معمر محيكل محيكل جميل محيكل محيكل كذلك أيضا جميل صوت العصفور والطائر جميل هناك طيور لها صوت جميل طيور ما اسمها طيور مغردة طيور بورون طيور بورون مغردة بورون طيور بورون أفايدة بورون طيور مغردة يعني هذا صورة ينبغل برسيول برسيول يعني برسيول أنا سأكتب أستاذ أنس سأكتب على الصبورة أنا تولس سأكتب على الصبورة حلو غرد غرد الطائر غرد الطائر بصوت جميل بصوت جميل طيور مغردة 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 يعني صوتها كأنها تغني معنى مغردة يعني مغني مغني غرد الطائر بصوت جميل غرد الطائر بصوت جميل بيتي طائر بيتي طائر مغرد مغرد صوته مغرد صوته ماذا جميل في بيتي ويمكن لدي طائر ممكن عندي لدي طائر عندي طائر في بيتي طائر اشتريت طائرا مغرد صوت جميل اذا كنت اشتريته فكذا اشتريته رأيته هنا لابد واجب منصوب لأن هذا فعل وفاعل بعد ذلك يأتي مفعول فاكهة ثلاثة ثوبا حاذفا بيتا سيارة دراجة إذا اشتريته طائرا يأتينا بالبني طائرا صوته طائرا صوته جميل صوته جميل في الصباح صوته جميل صوته جميل جميل هكذا فهمنا ما معنى غرد الطائر بركيتشاو يغني حينما نريد البلاغة نقول وغرد بالنصيدة في الشاعر غرد نصيدة الرائعة هكذا استعرض
غرد الشاعر يقول الشعر قصيدة غرد الشاعر قال قصيدة لأنه يغنيها بصوت جميل. كتبتم؟ اكتب او تلف او فوتو او صور. نعم كتبنا خلاص استاذ. الحمد لله. انصت فقط. واضح عندهم. سكرين شوت استاذ. طيب نستمر إخواني وأخواتي. عرفنا الصوت جميل. القراءة جميلة. القراءة جميلة. قراءة جميلة. جميلة يعني نعم يعني قراءة قراءة القراءة نفسها جميلة ممتعة أو قراءتك مقصود قراءتك جميلة يعني أنت قرأت قراءة جميلة. الطالب مجتهد. مجتهد يعني معنى مجتهد. رجل. الطالبة مجتهدة. تقول مثلا عندي طلاب مجتهدون في الفصل وعندي طالبات مجتهدات في فصلي. هكذا تقول أستاذة في فصلي الحمد لله طلاب مجتهدون. وإذا كان في فصل برمبوان أما إزدي مشترك إزدي سنتامة مشتركة الطلاب مع الطالبات. نعم مشترك. نعم مشترك أستاذ. فصل واحد تمام. إذن في فصلي مثلا أستاذة تدرس فصل الأول والثاني في فصلي الحمد لله طلاب ممتازون وطالبات ممتازات. في فصلي طلاب ممتازون مجتهدون وطالبات مجتهدات أو ممتازون ممتازات. ممتاز يعني باقو السكالي. في فصلي طلاب مجتهدون وطالبات مجتهدات. المعلم مخلص. المعلم مخلص والمعلمة مخلصة. مخلصة. إذا أردنا أن نجمع ليس معلم واحد كثير مثلا المعلمون في إنسان تامة ماذا نقول؟ مخلصون. مخلصون إن شاء الله. المعلمات في إنسان تامة مخلصات. هذا مخلصون جمع مذكر سالم فيه واو ونون مثل مؤمنون مسلمون موظفون مجتهدون مصلون عالمون متقون متزوجون. والمعلم ما الفرق بين المخلص والمخلص؟ مخلصين. هو مخلص أما مخلص الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أكسبه وأخلصه. أما هو مخلص يعني هو اتصف بصفة الإخلاص. صح نعم. ذلك مخلص من الله عز وجل. اه ما شاء الله. المعلم مخلص. شكرا سيد. شكرا. والمعلمة الابن مؤدب. مؤدب. الابن لك. اما الولد وبرمبوان سما الولد مذكر مؤنث. الحمد لله نعم الله علي كثيرة رزقني زوجة صالحة. ما شاء الله. أمين. أمين يا رب العالمين. أنا أبحث
وذرية صالحة. أمين. يا شيخ مؤدب أو مؤدب؟ انتظر حتى أكمل كلامي. مؤدب. ذرية صالحة، أبناء صالحون وبنات صالحات. أبناء صالحون وبنات صالحات. أو رزقني الله بأولاد صالحين، أبناء وبنات هكذا. عندنا الابن لك والبنت، الولد للجميع، أولادكم يعني بنات وأبناء، لك زم برمبوا. هل عندك أولاد؟ تقول نعم عندي. مثلا ابناني وبنتان. هل عندك أبناء؟ نعم عندي. عندي أبناني. عندي أبناني. أبناني. نعم. إن شاء الله كل من لم يتزوج يتزوج إن شاء الله، كل من تزوج ولم ينجب نسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة. آمين. من أراد الزوجة الثانية فيرزق إن شاء الله تعالى. آمين. آمين. أكمل الجملة الآتية بكلمة مؤنثة كما في المثال. الثوب رخيص. الثوب رخيص. أبا معنى رخيص؟ مراح. مراح. أما إذا كان مهال ماذا نقول؟ مجنة. مجنة. لو كان مهال مجنة مغاية. مهال أبا يلوبا لوبا. غالية. غالية. أو غالية. أيوة أيوة. نعم. كان لك غالين. غالين. الثوب غالين. يعني دون ياء جنب بك ياء. الثوب غالي. غالين. غالي. لكن إذا كان جمع الأثواب غالية. 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 ما معناه غالية؟ مهال. 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 اشتريت هاتفا غاليا. غاليا. هاتفا غاليا. حقي. اشترت الأستاذة حقيبة غالية. إن شاء الله. حقيبة يعني أبا حقيبة. معظمهن سد. معظمهن يمتلكنا حقيبة غالية ما شاء الله. غوتشي غوتشي. كذا. لا يشترينا حقيبة رخيصة. إذا هذا اشترت المعلمة حقيبة رخيصة ممكن. زينة الدنيا سد. نعم. زينة الدنيا. الحمد لله. حقيبة رخيصة. الكتاب جديد. أكبر. جديدة. القصة جديدة. شريتها. قصة جديدة. وقصة جميلة. وقصة رائعة. قصة ممتعة. قصة نعم. ممتعة وقصة مسلية. أبا مسلية. قصة من يتهكان ما شاء الله. متأكد يقين؟ لا أدري. قصة مسلية متأكد؟ يعني كل ما تسمعها الوقت يمر سريعا وأنت لا تدري. مسلية. مسلية ماذا؟ مسلية. التسلية. موجودة عندي موجود. أنا أخزن هذه الكلمات للاحتياج إليها هكذا. اسمع مع الصوت انتظروا. شريطة يوم منهبور. أيوة. صحيح. نعم زين. شريطة يوم منهبور هذا مسلية. مسلية. كيف الصوت بيسا؟ بيسا الصورة؟ أبو أبليكاسيني نقليات cerita yang menghibur. Tulisannya gimana? Oh, artinya cerita yang menghibur. Oke, okay, nanti di googling aja lah. Tentu bahas sempurna. Tidak atas. La, bahas Indonesia fakat. خلاص هما موجوده هنا. اكتب صبر يا شيخ. نعم ان شاء الله المحب سيكتب بالبحث العربي. انا اكتب بالبحث الانجليزي.
ها واضح ام لا؟ واضح واضح. صلي أيوة شكرا أستاذ شكرا شيخ مسلية بسين سر بسين سر سين مسلية لا بسين مسلية مسلية رأيتم الكتابة واضحة رأيتم قصة مسلية يعني كلما تقرأها أنا سعيد مستمتع تجعلني لا أفكر في شيء آخر نعم قصة مسلية الهاتف حديث جديد حفي بارو يا لا جديد صلاة لا حديث آه بارو 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 كان حديثة بارو بukan صلاة كريتة كيسة قالوا حديث بريستيوة بريستيوة حديث جديد أيوة هذا ليس مقصود جديد ولكن كيسة كيسة إيه راحت الحديث حديث ممكن هاتف جديد لكن ليس حديث جديد لكن موديل بلان سبلان نوكيا وهو جديد لكن حديث سيارة كذلك سيارة جديدة لكن مودرن مودرن أندرويد هذا معنى حديث terbaru kontemporer modern ya android modern. Android iPhone. iPhone berapa iPhone 11 12 iPhone 6 iPhone 6 sekarang ada 10 والله والله اعلم يعني حديث جد يعني صنع دواريبو داتو terbaru لا يوجد في النص إلا واحد أو اثنين تركيني تركيني لا يوجد في العالم إلا مع سياتو مع كريستيانو يوناردو وهذا الثاني كذلك سيارة حديثة سيارة حديثة يعني ما شاء الله كلها بالآلات موبيل تبارو أمين السيارة قديمة قديمة لاما لاما قديمة لاما طيب المعلم ناصح ناصح معنى ناصح يعني يمري نصيحات يقدم نصيحات الى الابناء الى الاولاد والمعلمه ايضا ناصحه ناصحه يعني تنصحهم ان يتعلموا بالجد والحماسه تنصحهم ان يحافظوا على الصلاه تنصحهم أن يتعودوا على الصفات الطيبة الإسلامية كالصدق والأمانة وبر الوالدين واحترام الكبير والرحمة والعطف على الصغير هكذا تعلمهم الصفات الإسلامية والأخلاق الكريمة لأن التعليم تربية قبل أن يكون تعليم قبل أن يكون تعليما العلم بلا أدب كما قيل كشجر بلا ثمر. نعم. ما شاء الله. seperti pohon tanpa buah. ما شاء الله. والشاعر يقول الشاعر يقول العلم إن لم يكن في طيه أدب العلم إن لم يكن في طيه أدب يعني إذا كان العلم ليس في داخله أدب وأخلاق يعد جهلا يعني يعتبر جهل لأن العلم آداب هكذا العلم إن لم يكن في طيه أدب يعني في موضوعه وفي مضمونه أدب يعد جهلا يعني يعتبر جهل لماذا؟ قال جهلا أبا جهلا بدون لأن العلم جاهل العلم أصله أداب أما العلم بلا أداب ليس في فائدة هكذا فالمعلمة ناصحة للطلاب والمعلم ناصح للأولاد والأب ناصح لأبنائه وزوجته
والأم ناصحة لأبنائها وأيضا لزوجات لزوجها كذلك ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الدين النصيحة. رسول الله الصحابة قال في الحديث قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا يا لابد النصيحة فيما بيننا كلنا لابد أن تكون واقعة إن شاء الله. والصديق الحقيقي المخلص الصدوق هو الذي ينصح صديقه، والصديقة المخلصة هي لا تنصح صديقتها أن تتحسن في الأخلاق والصفات، هذا معناه هذا هو الصديق الصحيح الصديق الحسن الصالح. الطبيب ماهر، الطبيب ماهر دكتور ماهر 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 يا. والطبيبة ماهرة تاجر ماهرة يعني بس ورأيته ساكت أبا ما شاء الله ينظر هكذا ويفحص قليلا ويعرف سريعا، هذه يعني موهبة من الله عز وجل. كثير كثير دكتور لهات أوران ساكت شبت شبت تاو هذا مسألة أبا هذا يا الله إذا تاو أتاو صلاة. طبيب ماهر. الموظف أبا موظف بغاوي كاريوان بغاوي أو كاريوان هتقول مثلا عرفت موظفا أمينا ما شاء الله أمين يعني لا يخون تدا خيانة لا يخون برشاية نعم لا يخون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا هدس هكذا الحديث هكذا الحديث آية المنافق جانب بلان ثلاث آية المنافق ثلاث ثلاث يعني ثلاث صفات إذا حدث كذب كذب هكذا القراءة لا تقول إذا حدث كذب صحيح كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف أخلف وإذا طبنا خان وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر يعني يريد أن يحرقك ويقتلك وكان صاحبك لكن لما خاصمك هذا مسألة لا يطيق أن يسمع اسمك يريد أن يحرقك بالنار أو يقتلك أو تحدث لك مصيبة ولا يريد الصلح أبدا هذا معنى الفجور في الخصومة نعوذ بالله. أما الموظف الأمين لا يخون أبدا ولا يسرق ولا يلعب في الأوراق هكذا قلنا يلعب في الأوراق يغير يغير الأوراق. والموظفة آمينة ليس آمينة أمينة أمين أمين أمينة نعم مثلا عرفت موظفة أمينة أمينة. الطالب متفوق متفوق دائما هو الأول نعم نعم درجاته دائما عالية إلى 100 يصل دائما 199 سملان 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 لبن كذا هو أعلى من زملائه. والطالبة متوفقة ليس متوفقة متفوقة متفوقة الفعل تفوق تفوق يعني زاد عن غيره زاد عن غيره تفوق يتفوق هو متفوق اسم فاعل والمصدر التفوق تفوق أقول مثلا التفوق يحتاج إلى جهد كبير يعني إذا كان الطالب يريد أن يكون متفوقا لابد يكثر من ساعات المذاكرة. الطالب العادي يذاكر ساعة هو يذاكر ساعتين ثلاث ساعات يزيد يحفظ كثير ويقرأ كثير أكثر ليكون متفوقا. لأن الطالبة إذا كانوا جميعا الطلاب متفوقون 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 والطالبات متوافقات
أخطأت مرة ثالثة. متفوق كوتش سودا سالا تيجا كالي سكران جانا لاجي سكران كارت كونيل كارت أصفر. الطالب متفوق 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 المتفوق والطالبة المتفوقة. الطلاب متفوقون. الطالبات متفوقات. تقول مثلا في فصلي طلاب متفوقون ما شاء الله يحصلون على الدرجات النهائية. يحصلون على الدرجات النهائية. أرتني يابا درجات بأجيان نحصل نحصل درجة الأخيرة سراتوس دار سراتوس هكذا معنى الدرجة النهائية في فصلي هكذا في فصلي يكوتين في فصلي في فصلي ليس في الفصلي في فصلي في فصلي طلاب متفوقون وطالبات متفوقات يحصلون على درجات النهائية الدرجة الأخيرة ستراتوس دار ستراتوس فل A+ الرجل ماذا؟ كريم كريم مولية كريم ليس بخيل yeah. والمرأة بخيل كريمة المرأة ليس بخيل ضد كريم بخيل ضد لون كاتا لون كاتا كريم عكس مثلا اسمع اسمع قوي ضعيف ضعيف كبير طويل طويل قصير قصير جميل قبيح قبيح أمين أمين خائن 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 آمن آمن خائن لا آمن ليس أمين أمين أما آمن يأمن خائف نعم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الأمن الخوف الأمانة الخيانة الصدق الكذب كذب 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 الإيمان كفير الكفر كفير لا الكفر كفر المؤمن الكفر المنافق كافر صادق كاذب كاذب الصدق الكذب 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 العكس يكون نفس الكلمة كلمة اسم كذب اسم فاعل اسم فاعل فعل فعل هكذا يصدق يكذب مثلا يضحك يضحك يبكي يبكي الذي أضحك وأبكى أنه هو تعالى وأنه هو أضحك وأبكى يضحك يبكي الضحك 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 بكية لا البكاء بكاء سأكتب لكم هذه الكلمات الكلمات هذه أمسح الصبورة أولا وأكتب لكم سريعا حتى نعرف الضاد يسمى الضاد جمع ضد 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 أضاد أضاد هناك مرادفات مرادفات يعني معنى هناك سمعنا أما الضاد يعني عكس الكرم البخل كريم بخيل كريم بخيل بخيل كلمة الكلمة هنا
Bakhilah. ضدها يعني بالعربية أيضا عكسها. عكسها. الكلمة ضدها. الكلمة الأولى الكرم. الكرم. عكسه. البخل. بخيل. كذا كلمة. ما شاء الله. أحسن متعلم. ما شاء الله. بخيل. 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 كريم. بخيل. بخيل. ما كانت كريمة بخيلة ما كانت. أصدقكم الكذب. كذب. 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 يصدق. يكذب. 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 يصدق. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. يكذب. أمين. أمين. خائن. 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 خائف. ظالم. 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 عادل. عادل. مثلا فرعون. ملك. ظالم. الفاروق خليفة. عادل. عادل. الفاروق من؟ عمر بن الخطاب. فرعون. فرعون ملك. ظالم. هنا الفاروق. إمام. الفاروق إمام عادل. حاكم عادل. 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 طيب ظلام. 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 نور. نورٌ. نعم بercahaya ya. Terang, terang. Gelap terang. الغرفة ظلام. غلاب. قطعة الكهرباء فأصبح الجو ظلام. مظلم. 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 منور. 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 منير. منير. شجاع. شجاع. أبا شجاع. براني. مثل الأسد. شجاع. براني. أنت. أنت من؟ سيما أنت. أنت. شجاع. 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 كالأسد. كالأسد شجاع. لا مو كالأسد. كالأسد. سينغ. شجاع. kamu seperti singa. Anda kamu seperti singa. Tidak kasih ada di sana. Tahu. العكس ماذا؟ شجاع. خايف. شجاع. جبان. 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 ليس خايف. جبان. الخوف مطلوب مهم. أنا أخاف مثلا أخاف من الجن. ما في مشكلة. كل ما أخاف من الجن. أخاف من الجن. لابد أخاف من الجن. لكن بعد شجاعة لا يمكن أخاف. أما الجبان هذا يخاف أن يقول كلمة الحق.
حمر النعم هذه انت يا مهارس كلب انت منها والنبيرة مهارس كلب لكن مش مهارس سبرت الفيراري سيد لامبورجيني احسنت بارك الله فيك تمام تمام والان يهدي الله بك رجلا واحدا يغير لك من حمر النعم افضل من ان يكون لديك افضل من ان يهدي ان يدخل واحد فقط الاسلام بسببك ما شاء الله انتم اساتذتي اخواني واخواتي هذا معنى الاضداد يعني كلمه وضدها العربية في القران كثير الموت والحياه الدنيا والاخره او رجل ونساء نعم الرجال والنساء الجنه والنار الجنه والنار ما شاء الله صدق وزينه امين ما شاء الله وقلنا تكون في انسان تابع المركزيه ثم ضد كريم بخيل فهمنا معنى السؤال ما ضد كريم حينما بخيل له نعم جميل ويتكلم كذا نعم أحسن أريد فقط ملحوظة واحدة فقط وعود الطلاب والطالبات الأستاذة والأستاذات في السؤال في الامتحان أو في السؤال في الفصل أن يعرف ما معنى هات مفرد الكلمة هذه هات مفرد هات مرادف هات ضد حتى يتعود على اللغة بأنواعها تعلمه هات مفرد الكلمات مثلا المسلمات ما مفرد المسلمات أسلم تعودهم تعلمهم هذا سواء عن طريق الزوم أو مباشرة هم لا يفهمون في الأول أنت بعد ذلك تدربهم مرة بعد مرة ثم تشجعهم تعطيهم أمثلة ما مفرد المسلمات مسلمات إني يعني أورا مسلمة بنيان مسلمات أجابة مسلمة هذا معنى مسلمة. مفرد المسلمات ما ضده أبا ضده أستاذة أنت كل لا تبين لهم طالبة ما ضده مثلا نائم تدور قائما لا مستيقظ مستيقظ مستيقظون مستيقظ أو صاحٍ ليس قائم أما قائم قاعد صاحٍ صاحٍ مستعمل مستيقظ
مستيقظ. ما ضده جوعان لبرش كلي. جوعان. كنيام كنيام. جبعان. هكذا تعودهم على هذا. طب الآن مرادف. مرادف يعني معنى. مثلا ما مرادف كلمة مثلا كلمة صدقة. ما مرادف كلمة صدقة. كاسة صدقة. طب ألاقي نفقة. صدقة نفقة. نفقة. سواء هكذا تبين لهم ما معنى كلمة مرادف، ما معنى كلمة مفرد، ما معنى كلمة ضد، ثم تعودهم على كلمات وتستخدم أكثر من القرآن بعد الكلمات حتى تربطهم بالتعليم بالقرآن الكريم. نعم. لما تعلمهم الاسم والفعل والحرف بين لهم في القرآن موجود. مثلا قل أعوذ برب الناس، قل بين لهم هذا فعل، أعوذ فعل، ربي اسم، الناس اسم، وهكذا. نعم. بالباء حرف. يعني اجعل التعليم للغة العربية في القرآن يعني هو المثال لكل ما يتعلمه، سيكون تعليمه يعني جيدا ومؤثرا ومفيدا للطالب بإذن الله تعالى، وأنت تشعر بعد ذلك بماذا؟ بالرضا وبالسرور والسعادة. لكن هذا لا يحدث إلا إذا كان المعلم يعني قد أعد نفسه إعدادا كاملا، يقرأ كل يوم. لا تقول خلاص أنا أستاذ لا أقرأ انتهيت أعلم فقط، لا 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 لا، كل يوم أنت تقرأين في المعجم في القاموس، تأخذي كلمات وتكتبي معانيها وتجهزي في ورقة، تقرأ في التفسير وتقرأ في كتب اللغة العربية وتشاهدي في الهاتف في الترجمة وفي جوجل وفي أشياء معلومات تسجلي عندك في دفتر كل يوم. لابد للمعلم أن يطور نفسه بماذا؟ بقراءة كثيرا. يتعلم المعلم حتى كما قال الإمام أحمد مع المحبرة، يعني من القلم إلى المقبرة نظل كلنا. أنا أتعلم أنا كل يوم قبل أن آتي، وفي الليل أفتح الهاتف وأستخدم جوجل، وعندي هاتف واحد مسكين أنا، وأحيانا أتصل أحد ولا أرد علي، الآن أنا مشغول الآن أعرف في المعجم لابد كل كلمة أقولها أتأكد أنها صحيحة من المعجم، وهل يمكن يجوز أم لا يجوز، وهكذا. وأقرأ معلومات وأستمع إلى شرح شيوخ وأساتذة وكل شيء. كلنا نتعلم لكي نطور أنفسنا. المعلم لابد أن نكون متطورا مبدعا، مبدع في الطريقة، طريقة الأسئلة، حتى يستفيد الطلاب ويحبه الطلاب، لأن مهنة التعليم فن، ليست وظيفة فقط مثل أي وظيفة تؤدي العمل وترجع، لا، فن يعتمد على المهارة والموهبة. بارك الله فيكم. نفتح المجال الآن لمن يريد السؤال والمداخلة والتعليق والتعقيب، فليتفضل مشكورا. أين صور الإخوات؟ صور الإخوان ليس. ما شاء الله، هذه صورة جميلة. يا شيخ أريد سؤال. اسمك أولا ومن أين أنت الآن؟ أنا بامبان من بوغور. ما معنى متفوق؟ أنا لم أدري. الفعل، اسمع الفعل. أيوة. تفوق أصلها من فاق يفوق، فاق يعني زاد غيره. زاد غيره، زاد في العلم. فعلى مستوى الطالب، طالب متفوق يعني طالب زاد طنبة داري تمن سموها. أيوة. هو أعلى منهم، تفوق زاد عنهم. لماذا؟ ممتاز في الامتحان، ممتاز. نعم. المرادف مع النجاة، المرادف مع النجاة المتفوق. هل المرادف مع النجاة النجاح؟ النجاح لا، متفوق
نجح. لا 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 النجاح لا لا. هذا نتيجة. أيوة ممتاز. هذا نتيجة التفوق صفة. التفوق صفة. صفة صفة هي معه. والنجاح نتيجة. النجاح الفوز معنى النجاح الفوز والفلاح. أما التفوق الزيادة. 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 عن غير الفاني والفنائي لأن الفعل أصلا فاق يعني زاد يفوق يعني يزيد زاد عن غيره في العمل الذي هو مشترك معه فالطالب متفوق يعني يزيد في الدرجات وفي الجواب عن السؤال كل الطلاب لا يجيبون وفي الأخير هو يجيب كل الطلاب لا يحصل على الدرجة النهائية ويحصل على أعلى الدرجة النهائية معهم هكذا هذا معنى متفوق ذلك هو يحسن في البلاد العربية الطالب المتفوق هذا يدرس ماذا غالبا الأكثر يدخل كلية الطب يكون طبيبا لأن كلية الطب تحتاج إلى طالب متفوق طالب متوسط أو عادي دخل كلية الطب لا ينجح لا يستطيع النجاح هذا في مصر خصوصا مثلا كلية الطب لابد من طالب متفوق جدا ذكي جدا ويذاكر في اليوم 7 ساعات وعشر ساعات ونظره ضعيف يلبس نظارة ويعيش في غرفة واحدة مستقلة ولا يكلم أحد من الناس متكبر علينا بسبب ماذا لكي يكون يحصل في النهاية على 99% في الثانوية اسمها لكي يدخل كلية الطب ولولا ذلك لا يدخل فهذه كلية لمن للمتفوقين فقط اوكي شكرا استاذ عفوا سؤال اخر هيا تفضلوا استاذة تفضلي انا استاذ تفضل يا مرحبا انا فيري من سيرانغ بانتن اهلا وسهلا اهلا بك ما معنى ناصح يا استاذ ناصح اسم فاعل اسم فاعل من الفعل نصح ينصح يقدم نصيحه يقدم نصيحه يقول مثلا للطالب لابد اذا سمعت الاذان ان تتوضا وتذهب الى المسجد لتصلي لا تكذب لان الكذب حرام والذي يكذب سيدخل النار لابد ان تسمع كلام امك وكلام ابيك ان تكون مطيعا لابيك وامك لان طاعه الوالدين واجبه هكذا هذا معنى انك تنصحهم فانت ناصح دائما له هذا معنى ناصح ناصح يعني يقدم النصيحة كسي نصيحات أمريكا نصيحات اسم فاعل مثلا هو ناصح هو كاتب أمريكا نصيحات هو صائم هو قائم هو نائم هذا اسم فاعل ما معنى نائم orang yang tidur تدور معنى ناصح يقدم نصيحة الجنة. ما معنى آكل orang yang ما معنى شارب يعني يقول كذلك ناصح يعني يقدم النصيحة هذا فاعل يا استاذ نعم هذا فاعل اسم فاعل مثلا السؤال ماذا قلت ماذا في السؤال هذا فاعل كان السؤال نسيب فاعل اسم فاعل اسم فاعل ما معنى اسم فاعل هذا اسم فاعل كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي أو الرباعي أما ناصح كلمة مأخوذة يعني أمبل داري فعل تيجي حرف تيجي حروف ناصح ناصح ساجد ساجد أكل آكل شارب شارب كتب كاتب هذا معنى اسم فاعل صائم صائم نائم قال قائل قام قائم ناصح نصح ناصح هذا هو أما إعرابه حسب موقعه في الجملة هذا معلم ناصح صفة
هذا مبتدأ ناصح خبر، معلم خبر، ناصح صفة. أنت ناصح، أنت مبتدأ ناصح خبر. رأيت معلما ناصحا، رأيت فعل الفاعل معلما مفعول ناصحا صفة منصوبة. سلمت على معلم ناصح مجرور لأنه صفة مجرورة، وهكذا. كن ناصحا خبر كان منصوب، خبر كان، نعم خبر كان. كن ناصحا كان، أصبحت كن اسمها أنت، ناصحا خبر. كن ناصحا، كن مخلصا، كن عالما، كن حليما، كوني نشيطة، وكوني نشيطة، كوني بردا، خبر كان. سلاما على إبراهيم. سؤال آخر تفضلوا. تفضل أستاذ، تفضل أستاذة. تفضل أستاذ. عفوا. انتهينا؟ طيب. أنا أستاذ. نعم. عبد الحارث من مكسر جنوبية الشرقية. مرحبا مكسر، تفضل. أريد السؤال أستاذ. مكسر. ما معناه الكرم؟ الكرم. 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 نعم. مثلا أنا سيا دتان كيروما أستاذ، روما أنتم. أنا دتان كيروما أنتم. جيد؟ جيد جيد. أنت كسي سيا مكان بنياك، كسي إيكان بقار، كسي سيور سيور، كسي ناسي ننتي، كسي منو بوا بوا، ما شاء الله. أنا سودا استراحة سودا مكان ما هو برجي جانا تنقل لقي ساتو هاري دسيني. أنا تدور دي سناك دي روما أنتم، ملام كاسي ما كان لاقي. أنت كريم في بيتك، هذا هو الكرم. هذا يلاين أعوذ بالله يريد أن يأتي. جانا 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 لا تأتي، الجو هنا كده بقص بخيل، ظل في أداك كده أدا بوا بوا شين. جانا لا تأتي سيني، بخيل بخيل. أوه ما شاء الله. إكرامة الضيوف. إكرامة الضيوف. من كان يؤمن بالله واليوم واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جارة كذا. إكرام الضيف واجب، والعرب تحب الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، والصحابة كانوا كرماء، ومشهور عند العرب بالكرم. وأما البخيل عند العرب، العرب لا يحبونه ويعرفون أنه بخيل ودائما مذموم. البخيل مذموم والكريم محمود، هكذا محمود، يعني الناس يتكلمون عنه كلام طيب ما شاء الله. بيته مفتوح دائما، دائما بيته مفتوح ليلا ونهارا، عنده كثير من الضيوف، لا يمل ولا يضيق ولا يحزن ولا يغضب ما شاء الله. هكذا هذا معنى الكرم. إذا جئت لبيتك أنت مبتسم بشوش، مرحبا أهلا وسهلا حياك الله، ما شاء الله نحن سعداء بزيارتك، وتقدم الطعام وتتكلم معي حتى لا أشعر بالحياة بارتدى ماله هسكت كتس مسابر سيتدى ماله هكذا. هذا بيتك، تفضل استرح. وهكذا ديانا كاسي آية فقط، هذا بخل. عند العرب قالوا كاسي آية، أعوذ بالله، هذا بخيل جدا. قدم لي ماء. لماذا؟ لأن الماء عند العرب نشرب في الشارع، في الطريق، في المسجد، اشرب الماء نظيف كله. تقدم ماء، إذا هذا دليل مخ. بارك الله فيكم. وفيك يا أستاذ. إن شاء الله سنزور إن شاء الله أنا نزور إن شاء الله مالانج ونأكل الفواكه هناك إن شاء الله في مالانج. نعم أستاذ. سنتظر. إن شاء الله. طيب نكتفي، نكتفي بهذا، نترك الختام شيخنا الجليل فضيلة الشيخ محب الدين فلات ما شاء الله. طيب انتهى الفرصة، لذلك نكتفي الوقت الآن في الساعة التاسعة تماما. لا طيب. تمام التاسعة الآن. طيب لذلك أرجو إليكم أن تحفظوا جميع ما نلتم الآن، ما نلتم من المفردات، من تركيب الكلمة، من التعبير. عليكم أن تحفظوها جميعا
لكي تكون ماهرا في التكلم باللغات العربية. فكما نعلم بأن العربية من ديننا، لذلك نرجو إليكم أن تحفظوها وتتعلموها جيدا. وأرجو ماذا؟ أن تتفوق كلامكم في العربية. ونشكر إلى سيد الشيخ سيد رمضان المصري، ونستفيد كثيرا من علومه إن شاء الله. ونختتم إن شاء الله، سنستمر في الأيام الثلاثاء الماضي إن شاء الله. إن شاء الله قادم. القادم إن شاء الله. خمسة أيضا. طيب نختتم بدعاء الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. خير أستاذ. خير أستاذ. أصحاب أستاذ. الله فيكم. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. عفوا.